إن الله يحفظكم يا شيخنا. تعرفون طلبة العلم لا يستغنون عن علمائهم في النصائح والتوجيهات. إن الله يحفظكم يا شيخ. بعض أحد الطلاب عندنا بالجامعة ندرس كتاب الفرائض. أي جامعة؟ جامعة الإمام، كلية الشريعة. وندرس الكتاب التي ألفتموه في رسالة الماجستير، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. الفرضية، نعم. فعندما بالأخوة جزاهم الله خير، يعني نحن عندما نحذر من سيد قطب قالوا أن الشيخ صالح فوزان يستشهد بكتاب الظلال القرآن. هو موجود في المبحث. سامي شيخ، كلام الزين ما هو بيوخذ من أي أحد. بلا بلا شيخ، بس لكن كما نعرف شيخ أن الحق الخير الموجود عنده موجود في غيره، ولا شيخ؟ فيه وفي غيره. اللي منقول عنه حق ولا باطل؟ بس لكن المنقول عنه حق ولا باطل؟ حق خلاص. الحق يوخذ من جاء، حتى من الشيطان إذا جاء حق يوخذ. لأن الشيخ ابن عثيمين حذر من سيد قطب، حذر من كتبه وكذا. أنا مع حد إلا مما عرفت إنه شيء حد. أنا ما لبقلب ابن عثيمين ولا قلب غيره. طيب هل نحذر من سيد قطب الآن يا شيخ؟ لا تحذر ولا تنبه، اسكت. طيب حياك الله، الله يحفظكم.